اليوم تقريبا ثم إجماع بأن المشهد السياسي يتكثف في منازلة سياسية بين سلطة فاقدة للشرعية السياسية وبين معارضة قاعدة تزداد يوما بعد يوم، قاعد يزداد جمهورها يوما بعد يوم بالتحاق عديد النخب السياسية بها، ولكنها تفتقد للحد الأدنى المشترك ما بيناتها. اليوم معارضة يشقها خلاف حاد في تقييمها ربما لما قبل 25 جويلية ولرؤيتها لما بعد 25 جويلية. كيف ترى واقع المعارضة اليوم أو واقع المقاومة بسموا مقاومين لهذا الانقلاب، كيف ترى نعم، واقع المقاومة اليوم بعد عام ونصف تقريبا من عملها؟ شوف الملاحظة الأولى أنه اللي يصنع البديل راهو الشعب مش المعارضة. كيف يصنعه الشعب؟ أي يصنعها من خلال الانتخابات، هو المسؤول عن صناعة عن التفويض، وعندما يختار زيد أو عمر أو فلان أو علان، وعندما يختار البرنامج الفلاني أو العلاني أو الكذا، هو بذلك يصنع بديلا لمن هو في الحكم. فالمعارضات بطبعها متعددة ومنقسمة، ولم تكن هناك معارضة موحدة بهذا المعنى الهلامي الذي نعتقده. والذي أسقط نظام بن علي ليست هي المعارضة، الذي أسقط نظام بن علي هو الشارع الاجتماعي الغاضب، الغاضبون وليس المعارضون هم من يسقطوا الأنظمة إذا سقطت بغير صندوق الاقتراع. ولهذا في رأيي أنا يصعب أن توحد المعارضة بهذا المعنى حول بديل للحكم، لأنه هي تحمل بدائل للحكم مختلفة حسب خلفياتها السياسية ومرجعياتها الفكرية إلى غير ذلك. لكنها موحدة، المعارضة التونسية موحدة في التشخيص، يعني المعارضة المعترف بها ذات الثقل ذات الوزن، جميع العائلات هي موحدة اليوم في تشخيص الواقع وفي أنها معارضة لحكم الرئيس قيس سعيد.